طبعا هي الفكره جت بان انا ليا صديقي يعني شعبان مرقه، هو اردني الجنسيه، وقعدنا اكتر من مره واتكلمنا مع بعض اكتر من مره، فان احنا تجينا الفكره ان احنا نعمل فاشن شو كبير في الاردن. هو طبعا اتعمل قبل كده فاشن شو في الاردن بس مش بالشكل ده. هتلاقي النهارده الشكل مختلف تماما، شكل دولي، هتلاقي كل مصممين الازياء جايين من كل الدول العربيه، عندك من الجزائر كريمه عكروف، من الكويت مصممه الازياء اديبه المحبوب، في من الاردن مصممه ازياء اسمها سهى، في طبعا هاني البحيري ضيف شرف الحدث، في مجموعه كبيره يعني مختلفه وشكل مختلف. انت هتلاقي حاجه حتى الديكوريشن معمول على احدث موضه، الكات ووك معمول بشكل مختلف وكبير. طبعا انت عارف يعني الحمد لله كل الفنانين بيثقوا فينا جدا وبيثقوا في الاعمال اللي احنا بنعملها. وخلي بالك هو في الاول وفي الاخر الجمال والصحه والموضه مكمله للفن، فالاثنين بيندمجوا مع بعض، فاحنا في الحدث ده دمجنا الاثنين مع بعض. ان شاء الله احنا بنحاول ان احنا هنعمل حاجه في باريس باذن الله، هنعمل عرض ازياء عربي في باريس باذن الله، دي الخطوه اللي جايه ان شاء الله.